قافلة فيها جميع التخصصات وجميع الأجهزة الطبية، ومتوفر فيها العلاج بكثرة في كل التخصصات. أنا عرفت معاد القافلة من الأساتذة بتوعه عندنا هنا في القرية، وبعتوا لي وقالوا لي إن في جميع التخصصات، والحمد لله كشفت على ابني ولقيت العلاج المطلوب وكشفت عليه. شكرا لحياة كريم. عجبتني الفكرة جدا، والناس بصراحة محترمة ومتعاونة جدا معنا، وكشفت وخدت علاج كمان، وعشان عايزة نظارة عملوا لي كمان نظارة واستلام بعد كم يوم. بس الموضوع يعني سهل وكويس جدا وناس محترمة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يديه الصحة ويخليه يا رب، محتني بالناس وبيشوف لهم طلباتهم وكل حاجة.